منازلهم غير شرعية، بنيت على أرض حكومية سكانها عوائل فقيرة، بعضها مهجرة وأخرى لم تستطع إيجاد مأوى لها داخل المدن. انطونا 50 متر نبني ونقعد، وانا عندي كومود هذا سقط، عندي واحد يدي سقط، واحد دعم ورجله والله كلها سقطها، وانا 18 نفر وكلها تدري وكلها نسوان وبنات صغار، وانا مره سقط وجوا الضغط كفيلك الله يسر على اخو السونا دين. كلهم مهجرين متعففين ومعوقين وناس ما عندها، هو العده ما يقعد بالعشوائيات ترى زين، وعلى اثرها اجى ابو القاع قال يابا انا هاي القعقاعي وانا اخذ ايجارات عليها وانا اشيلكم منها، واحنا ما نعرف مين ما مين. الفقر والحرمان وفقدان العنايه والجوع سمات سكان العشوائيات نتاج سياسات حكوميه فاشله انتهجت اهمالهم وغض الطرف عن ما يعانوه من بؤس وشقاء وصعوبة في العيش. قاعدين صار لنا هنا يجي اكثر من 12 سنة مو اليوم البارحة، وهاي ارض محرمة تشوفوها كلها كيبلات وضغط عالي وماكو يعني ارض محرمة. اجى ذيك مرة جا واحد هم ينباع له كم قاع هنا ونهزم. احنا 200 بيت حوالي بالهاد قاعدين جوا ضغط عالي، يوميا جاي مهددينا شيلوا ما شيلوا، ضغط جوا ضغط فوق، وهاي كتاب من المحافظ قابلناه قبل شهرين قال روحوا الى شعار اخر. اي انا رجال مريض بسكر ضغط راتب ما عندي. هذه المنطقة واحدة من العشوائيات التي تنتشر في عموم المحافظة، يعيش سكانها على امل ان يجدوا سكنا لائقا يحمي اسرهم ويقيهم الاخطار التي تهدد عوائلهم وصحتهم. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.